بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير من يمشي على الأرض المعلمون، أو كما قال. فحما هذا إسكاله الله سبحانه وتعالى نسوك هنا كاني مكان كان شرفت له قروح ذا بدل له عن أغو تلقل لي خدمة القرآن كأهيد نصوص عطي مدد دار إن القصوة قتلنا معنطا وجلاد كي أدن بي جلال خميسة هاي ونور دي هاي لحدي جلال ذوك لنا إنه يوجد بتاي ما هذا وحا إسكاله وهرين الله سبحانه وتعالى وحاك الله ما هذا له وعن آد ما هذا وجيده هنا ولا لكيني كسو غيب قاطي سنة جلاد ولا صور عافي لحد الجلاد ولا صور عافي وحاك الله ما هذا وعلينا هنا ولا لكينا مكان كان شرفت على النود يا شيء ما أعتقد ماذا أنا وقت ما أقول تلاقى لي ولا الكينا محسن حاجي غير الله سيو يا مرة الشيخ الكهري يا شيخ عبد الولي سعيد وحكى لهم حد مثلا أخيارتي يا معلمين تأهل وين كسر قيام كشيء مدوين نمارتي سكوت حل جيني سي رايق المدى اسمارتي تابق ليان ما هذا إلهي مركا ما جوان ثاني دلالة قدام بيجي جوعان ما هذا كبعدي القرآن ككريم كشيء غالية وشيء أد وفضل بدن معايا لي القرآن كان عيد القرآن كوحي لي هذا هاي القرآن كان هضوء حالها إلهي أكتي سمعنا عن هنا هضوء حالها اختلاف بدن اللي جهلي هاي مرك القرآن كإلهي حق يسوق هذا أساسا ما اختلاف وصلوا لهن نبي قرأ حوري وحالي يقول ده ليه لا إن اجتمعت الإنس والجن إنس إيه جن يدي سوق كل مان على أي أتوب بمثل هذا القرآن قرآن كان أو كان أح إن لي مادين هدي سوق كل مان لا يأتون بمثله قرآن كان مثل كيس ملاء ما كان ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قاركور قارك كلا هو كلميو اني ان مارت قرانك الي مدينه ما لا ما كران قران هو اعظم معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم معجزه النبي التي هو وينيد واي ما قرانك مركا ان نبي هو ويلي وحايدك هو خير كمان لا ضدك قرانك برتي ماشي سوحا كاغا عاد قوفكا ان قرانكا هيسان اني نقير هيسان هادانا وعلمه ضدك قرانكا باري ضدك قوفكاس ان كوكو خير كما نقول النبي صلى الله عليه وسلم وحور النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يمشي ارنضا ان كوركيرا وحاخو صعود وحاخو خير بدن المعلمون ضدك معلمين تا او قرانكا ضدك باري معايا لي وحي قران وحاوي معلم الناس الفاظ القران ضدك وحي برايان لفظيالك قرآنك شرفت تاسي كهلين محايا لما علمين تو وحي ضدك وحي شرف بديهن وحي طاهن كل ما خلق الدين جددوه مركز سوء الدين كأهل كيلو أو دمالو اللي رأي عصوب عيسو ساران ساسي مارك تي آد إي آد إي مارك تي أمد وحي شرف بديهن وحي كو شرف بدنا دي نوا قرآنك قرآنك وحوايي لبا والحاطون غا نبي وحول صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك عليك والقرآن قرآنك حجة وايو لك أذيك
كويه بمعنى نفع إلهه أذكره قيامه كودود هوليه قفها وآخرين جري وعمل فلج جري إله جنده هلا جيوليه أو عليك أما صعبه قفك على يهود ما ركت ما نت قيامه ذو كودوده هاي لي ما ركت رب غارين والقرآن يلعنه الحديث هاي مرك القرآن كلعلي الله أنا آخر هنا ما ذي في خرابة لعلي الله آخرنا تنا لعلي الله يوم آخرنا هنا أصحابنا هذه أبو حسن تهاي وقت جنوا نو جامعي هاي مرك ما دام ما ركت قد ما ذي جلت قدمي أي تهاي معلمين تهال يلا بنكشي جنا إن شاء الله له له دولة أحبابنا هذا آخرنا السنة هذه أبو حسن تهاي أحباب كلا أو ما ركت جلت نقل قيوب كشيء أو ما ركت عذر دار كإمامه بسنة هذه أبو حسين يكنا مرك عد أحباب تهدي جوكتا عن ما ركت محرم لما قعدوا رأينا هلا يلا بكده إن شاء الله مرك معلم كأوه الرأي التغانين معلم عامة معلم عمر أحمد عمر شمو غالي ده معلم أنت وحكم الأوضو كميدي هاي معلم عمري يسوب أروا على هلا يعني معلم كأخو حبا وشير ظاهر شي محمد كلمية ولو يغانو معلم ظاهر دلو الله سيو معلك خلينا روحوا ومعلن أحمد سعيد معلن ولو يقالوا معلن أحمد زيار ما شاء الله وقل ما دي قبل أضو قميضة هاي معلك روحوا ومعلن موسى معلن محمد ولو يقالوا معلن موسى باربار معلك خلينا روحوا إدادة يرلي أرى الله سيوك وشنا نوري لي ومعلم محسن حاج نوح ولو يقال معلم محسن محسن داعي معلم قال إنه وحيدة تقرب كي يقفضية معلم معلم مختار تور يرى ولو يقال معلم مختار إيدي ما قاعد أنت أصفين يقولين أنا قلت ميحيق معلم محمد ولو يقال معلم محا markii waxaan rabnaa waxaan gelinaa suuci bilowgiisi kal suuca waxaan noo bilaabayo iftaax ka rabnaa macalin daahir macalin daahir suuca noo bilaabayo macalin muuse barbar la marag tawaanu gel wadiina ilaa dugga marka falay tafadhal shadaa سيل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا رحيم العليم من الشيطان الرجيم اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبدا أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمطر الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أنذرهم لا يغفلون يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والنسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة الله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أهلها فإن
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلبسوا بأوام بزر من فسوق بدر ما رغم لم يدفع رأيكم ظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم هيا كل معماره بيتا فشركتم وغد الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ويتجه الله ورسول الله يجمل أعمالكم إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يرضى بالسماوات كان أسلموا قل لا تمنوا علي إسلاما قل الله يمن عليكم ورداكم إيمانكم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم وقف القرآن المجيد فحجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولما مددناها وأطعنا فيها رواسي وحملنا فيها من كل ذنب بهيم وذكر لكل عبد مريم ونزلنا من السماء ماء مباركا وحملنا في جنات وحب الحصير والنخل باسقات الأرض النذير فرعون وإخوان لود وأصحاب أولئك طعام ثم يكل وكذب الرسل وأمرئ بالخلق الأول في نفس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب ثم يلفظ من المغرب إلى لديه رقيب عتيد الصقرة الموت إلى غير ذلك ما كنت منه تحيي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت في غفلة من هذا الله إله آخر هذا يعفي الأذى الشديد قال قرينه ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد وعلى الله تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد الله لدي وما حفظ الله من الأبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تبعدون لكل خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير بسلام ذلك يوم القلوب لهم ما يشاءون يا مدينة مزيد
قرني هم أشد من غزاما نبروا في البلاد أرب مهين الذي ذلك الذي المهان له قلبنا ورق السماء والشهيد ولقد الله يغزى الماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام يوما والسلام له اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبح أدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الساعة بالرغم ذلك يوم الخلود نحن نحن نريد إلينا المصير يوم تشقق الأرض وهم زراعة ذلك أشغال لا يسير فنظروا بما يقولون وما تعليم بجبار الرحمن الرحيم الجاريات ذروة الحاملات فقرا الجاريات يسرا والسمات أمرا تبعثون الصادقين إن الدين واقع بذات الأفق لفي قول مختلف هل هو نبيك الرسول الذين في أمر تسألون أيان يوم الدين يوم أهل النار يفتنون هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين إلى النعد والعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هم يستغفرون وحق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفيها مطالبات للسماء رزقكم وما تعدون ورب السماء حديث ضيف إبراهيم المغرمين دخلوا عليه فقالوا سلام على سلام قوم منكرون النبي فجاءت إليه سمين إليه قال لا تأكلون أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف بجنود ولا من عليه فأقبلت امرأته في صلاة فسكت فجاء وقال تجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنا وأكيم عليه ربكم أيها المرسلون إنا أرسل إلى قوم مجرمين عليهم حجارة من دين مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وتركنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون عذاب أليم وفي موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين كتب الله بروني وقال صاحب أو مجنون وجنودا فنبذناهم في اليم وهم مريض إذ أرسلنا عليهم الريح رقيب ما اعتذروا من شيء إلا جعلته كالرميم وفي ثمود قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربي فأخذهم صاعقتهم ينظر فاستطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين من نوح إلى قبل أن كانوا قوما خاسرين أجرينا والأرض وما كل شيء غرنا زوجي لعلكم تذكروا وفخروا يا الله إني لكم منه نذير مبين لا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذي يا قبل من رسول إلى قالوا زاهر أمرنا أتواصل طيب القوم دارون أرهم أنت بملوك وذكر فإن الذين يتقون خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله خذ الرزق ذو قوة متين وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين أخبروا بيومهم الذين يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رقب منشور البيت المعمور الصافي المرفوع البحر المسجور على ربك الآخر من دافع يوم تمور السماء وتصير الجار سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي ظنتم بها تكذبون وسحرنا على أمانتم لا تبصرون فاصبروا على نفسكم ساقين بما أعطى ربنا وربنا لمن جهل نديا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مسروقة وجعلناها
ذرياتهم بما لنا الحقنا بهم ذرياتهم وما لنا من أمرهم من شيء كلهم بما كسبنا أمددنا بباكات الله بما يسوي يا كسلا وفيها ولا تقي ويطوف عليهم الآن لهم كأنهم ذر مكنون وأقبل بعضهم على أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون خير ما تربصوا إليه بالمنون تربصوا وإني معكم من المتربصين أم تأمرون أراهم بهذا أمرهم نارهم فهو رب لا يؤمنون بحديث مثله كانوا صادقين بما يجهل أمر خالقون حرقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أجل ربك هم المسيطرون سلم يستمعون ريب اليد مستمعون بسلطان مبين أبلغوا البلاط وربهم البرامج يسألون هل يعظهم من ورم مثرون عندهم غيرهم يكتبون يريدون بيت الذي يعبرون بالوكيد أنهم إلههم كيف يزال أما يشركون قسم من السماء زاهد يقول صحاب مرقوم فذرهم حتى يراه يقوم الذي فيه يسعون يوم لا يغني عنه ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك بسم الله الرحمن الرحيم من نجي هوى صاحبكم ما هوى جغري هوى وإلا ما يوحى شديد القوى لا تغني بعض الشيء إلا من بعد أي لا لا لمن يتأول الله الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني بالحق شيئا السماوات وما في الأرض يدي الذين أسروا بما عملوا ويدي الذين أسروا بالأسرار الذين لا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة شاء يا لا ربك تتمارد نجد من النذر الأولى
الحديث تجبور وتضحك ولا تبور تسامد ومسجد إلا ودور أخبار الرحيم اغتربت الساعة وانشق القمر ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه عائلا في ضلال وسعره عليهم ليل هذا الكذاب نشر يعلمون قد ما الكذاب نشر إنا مرسل الناقة فتوافق غير مرتبك بهم أن الله عصمة بينهم كل شرب محتضر صائمهم حتى أتى فأمر كان على أبي ونذر إنا أرسلنا عليهم فخار وغلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ورب الغالبين فبأي آلاء ربكما تكذبان البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان أخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في البحر ومن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان أقول لكم أيها الثمران فبأي آلاء
أن تنفذوا من غدير السماوات والأرض يعبدون شواظ من نار ونحاس ولا تعتذر فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان بسيمهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون إلى رب العليم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاء جزاء إلا الجزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان من دونهما الجبال بسا على رم بسا أجاجا ثلاثة أصحاب نايمات أصحاب نايمات أصحاب مشامات أصحاب مشامات السابقون السابقون المقربون نات النائب لطم يا الأولين يا الآخرين موضونة المتقين عليها متقابلين يطوف عليهم الغلال مخلدون مما لا يصدق على ولا يذكر مما يتخيرون غير مما يشتهون من أمثال الليل المكنون بما كانوا يعملون في آل ولا تقدير سلاما سلاما أصحاب اليمين أصحاب اليمين سدر مخضود ممدود ممدود مسكون فاكهة مدينة لا مخضودة ولا فرش مرفوعة سرنا إن شاء جعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين من الأولين من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم من يحموم بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين يصرون على الحج العظيم وكانوا يقولون إنكم أيها الضالون المكذبون آكلون من شجر من زقوم مالئون من أرض
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل فيها وما معكم أينما كنتم والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين قاموا بما قاتلوا لهم الله الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى إنكم أتيتم أنفسكم وتربصتم وأتيتم وأتيتم بربائي حتى جاء أمر الله لله ورسوله إذ يتولى من الذين كفروا مواهم النار مولاهم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فحسبهم كثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يغير الله بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين
والمصدقات وأقرضوا الله حسنا يضاعف الله ولهم أجرا كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة حلال جديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وإن الذي لا يؤمن بالله ورسله 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 وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من يزور الرسول بغير قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء أرضا لله وما سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ولا يزال امركما اجل عزم بسيط. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدهم الا نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتعرير رغبة من قبل أن يتمسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شرير متتابعين من قبل أن يتمسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتنهوا بالله ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه بينما كان ثم ربها بما عملوا يا بغيا إن الله بكل
يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضار تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا غير انشزوا فانشزوا يرفع الله كل الذين آمنوا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة صدقاتهم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليهم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم الذين كفروا من أهل الكتاب من ديرهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا عليه من حيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ما يشاء الله لا
ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء يا إمامكم وما آتاكم الرسول المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا سبقونا بالإيمان آتينا في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع محصنات أو من وراء جدير بأسومين أو شديدة أحسبه جميعا وقلوبه جدا ذلك فلما كفر خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال والأنوار الناس لا رحمة فكروه لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يحمى يشركون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأعلموا إن عافيتم ما لكم عزرة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم
الله منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم الأبي لا تغفر لك وما أملك لك من الله إسوة حسنة لمن قال يا رجل الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر من الكفار ما مقتول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن الله ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وليسوا في العاقبة تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فما إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يعني من بعد أحمد وما جاء بين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب تجاهدون في سبيل الله أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النهر ومساكن طيبة في جنات آمنوا كونوا
أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فبين الذين آمنوا رسولا منهم يتلو عليه آيات ذلك ولعلمهم لما ولما تعلموا على الذين ظلموا ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم لم يحملوها كما ذي الحمار يحمل أسفارا ليس مثلهم الذين كذبوا بآيات الله والله لا هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فأنتم صادقين ولا يتمنونه الموت بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل عند الله خير من اللهو من التجارة الله جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول الله نشهد إن المنافقين كاذبون اتخذوا أيمانهم لما تصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فضل على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تسمع لغورهم كأنهم خشب مسندة يعصبون كل سيأتي عليهم ليأتوا بهم أنهم لا أنهم تكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله يقولوا سوف رأيتهم يسجون وهم مستكبرون سواء عليهم ما استغفرت الله أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا انتقام الفاسقين على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقول ولئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منها الاذل ولله العزه وللرسول يومئذ ولكن المنافقين لا آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن دين الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب العالمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله رب كل شيء قدير ومنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وسخركم أعمالكم ولكم وإليه المصير يرى ما في السماوات والأرض يعلم ما تسرون وما تعلنون الله عليم بذات الصدور ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يزولنا فأكفروا وتولوا وزن الله والله ولي الحميد يا من الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعث
ثم لا تربون بما عملت فذلك على الله يسير. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ومنهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابر ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات التي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ما أعظم من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الرسول إن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. اسمعوا وادعوا وانفقوا خيرا لانفسهم ومن يوجه نسيب الله يقولون لهم ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر والله شكور حليم عالم الغيب وشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. من نسائكم من ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعله من أمره إليكم ومن يتق الله يخفف عن سيئاته ويزيدكم أجرا. من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن. فاستمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستردعوا له سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يكلف الله نفسا إلا ما آتاه الله وكأي من قرية على بحقها الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله الله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله قدير وأن الله بكل شيء. لما تحرم أهل الله لك تبتغي من لا تزاجر الله غفور رحيم وفرض الله لا
لكم تحلة أيمانكم ولا بعض أزواجي حديثا فلما نبات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه فلما نبات به فغسغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولى جبريل كن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات عابدات أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا نصر ربكم من يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون كفروا امرأة نوح وامرأة لود قالتا تحت عبدين من يدنا صالحين قالتا وما خلقت لي عدما من رأيها بغير الخلق حتى غير وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من غرارها عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه من روحها وزدها بكلمات ربها وكتبه وكانت من الخالدين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سماوات دبا وما ترى من الرحمن من الغفور سلم من فندق البصر الرتين يغري إليه البصر حاسيا وحسيرا لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم نار جهنم وبئس المصير هو جاد الله من الرحمن
سوي على صراط مستقيم هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي تراهم بلال وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إنما علم الله إنما على نذير مبين ما رآه زلفة سيئة وجوه الذين ما هو رسول الكريم ما هو يا رسول الكريم ما هو يا رسول الكريم
ما تذكر لرب العالمين ولو تطول علينا بدل غامر فلنا فما من الى حد عاجز وانه لسلسله للمتقين فنعلم ان منكم مكذبين وحسبت الكافرين فحق اليقين فسبح لله الرحمن الرحيم سال سائل تخرج الملائكة والروح إليه يا من قام بالدار وزير المثلة من ذكر جميعا ولوله بعيدا وريح ما تقول سماء ويكفون جارح عليه لا يسأل حميم حميم بصرون ود المجيب لا يبين ألم يؤمن ببريه التي تريد مغفرة يرميها ثم يزيد إنها لظى لشوى هذا دلى فما ولها الولى ما استوجر الرجل ما استوغل المنون واغسل على ثلاث دائمون في أمان حق معلوم وحق معلوم يصدق دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم يا دائما تجمعهم وسكوا وسكروا سبا إني دعوتهم يا إني أعلنت لهم وأدرت لهم إسراء أستغفر ربكم إنه كان غفارا سمع عليكم مثال جدكم أعمالي وبريح لكم نعم عبد الله لكم ألا لا تبدو لله وقال أرى الحمد لله أرى الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمع أمر الله إلا سمعنا أورا عجبا إلى الرشد فآمنا به والرشد فأبدلا أحدا تعالى أحد الرب لا مات على صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سميرا الله تددا الله له الإنس والجن على الله الصالحون من لا دون ذلك
كفرنا ترى إلا من ظننا أن لم نجد الآخرة ولم نجد الآخرة إلا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن به فلا يخاف خصما إنا منا المسلمون ومنا الخاسرون فكانوا لجهنم عادا والنبي سلام عليه اتلا سيناهما للاختلاف فيه ويرى فإنه يسلق من بين يديه ربي وهذا بمن يديه وعسى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلى خليل أو الغسل قليل زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا ظلم عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وداعا ومؤهلا إنها لسماء طويلا ربي رب المغرب والمغرب لا إله إلا ما يقول وذرني والمكذبين بالنعمة ومهر قليل إن لدينا والجحيم والصدق والعذاب الأليم والجبال وكان الجبال قديما مهيلا أرسلنا إليك رسولا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الليل معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تسوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر قم فأجر وربك فكبر وأطهر فأجر وأستغفر ربك فاصبر إذا نكر في الأمور ذلك لهم أيام عسير فإن الله يسر ومن خلقت وحيدا لهم عالم ممدود وبني جهودا حتى لو تمهيد ثم يضمن يزيد لكن قال آياتنا حديثا مستعودا وكان قدره كيف قدره ثم قتل كيف قدره ثم نظر ثم عبس عبس نظر واستكبر إن هذا إلا سر يظهر إلا غور البشر وما أدري ما سر لا تبغي ولا تذر لواحد البشر في سبع عشرة ما جعل هذا والنار إلا ملائكة وما جعل عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستغن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله ويرجع الصبح إلى الصبح
أصحاب اليمين جنات المجرمين أخرجكم في سقر ولم نكن من المصلين نطعم المسكين نخوض مع الخائضين نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما بعد شافعين عليك تذكرة المعرضين عمر مستنفرة من قصورة كل امرئ من غير تاسف فمنا الشرف بل لا يخافون لله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة بالنفس اللوامة يحسب الإنسان قال لك أن لا إله إلا الله ما أدري على أن نسوي بنانا يريد الإنسان ليبتلى ما بنى أيام يوم القيامة برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان لا وجد إلا المفر لا وجد ربك يومئذ المستقر ربه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر على نفسي بصيرا والغى مهاديرا تحرك في لسانك لتجل به علينا لما هو قرانا قرانا فاتبع قرانا ان علينا بيانا وليحبون الاجر والاخره يوم الناظره الى ربها ناظره الوجوه يومئذ باصره تظن ان يفعل بها فاغره اذا بلغت التراقيه والراقي أنه الفراق قد الساق بالساق يا ربي يا معين المساق صدق على صلاق إن الدبات ولا ثم لا بلا أدية مضى لك فأولى ولك فأولى أحسب الإنظار عيد لك سدى خطبة من مرية النار ثم كان على تغفر فسوى من زوجين خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلنا سميعا بصيرا ناديناه السميع إما شاكرا وإما كفورا إنا تدرى للكافرين سلاسل أغلالا وسهيلا إن الأبرار يشربون من كاسنا شددنا أسره وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة وما جاءت علي يا ربي سبيلا وما يشاء إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من
يشاء برحمتي وطالبنا أنت الأرحم يا بحليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقم صلاة عرفا صفات عصفا شراط الأشراف طالبات فرقا ليأتي ذكرا أول ذكرا سماء رجس جبال سمنا وقت في أي يوم الجلال يوم الفصل يدريك يوم الفصل يوم عيد المكذبين نهلك الأولين مطمع الآخرين نفعل بالمجرمين يوم عيد المكذبين ألم نغلبكم من ماء المهين وجعلنا في قرار مكين لا قدر معلوم قدرنا فلم قاتلون السماء وكان السماء وسيرت الجبال وكان السلام جهنم العالم سادة دارين العالم بثيرة يا الله بلا بد واشرا إلا حميم واسرا أو الفارة والسماء نقال لا يجنون عيسى دو يا ياتي كتاب الله لا يحسين أبتال فلن نزيده إلا العليا للمتقين مفاد إبانا وكواعي أطرق سنسيها السماوات قال يا ما بينه والما لا يملكون من الغطاء ينظر المرء ينظر المرء ما بينه I'm
جعله يذكى يذكر فترفع به حرس ولا له تصدى ألا يذكى من جاء يسعى ويخشى تعالى ترهل إنها تذكره ذكره صحف مكرمه مرفوعه ظهرت سفره مررت الى الانسان من اي شيء خلقه خلقه فمدده مس به يسره ما مات ونظره ثم اذا شاء انشره لما يقضي ما ينظر الانسان الى زعمه فمرقى صفا ارض شقا بطنا فيها حبه وغلبه زيتون ونظره يقول فاكهة فما تعلق من العابق فإذا جاء الصاق يوم يفر المرء من أخيه وأبيه وأبيه من أمه يوم مسرعة ضاحكة مستبشرة يوم أهلها غفلت قوم غفلت الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انحدرت وإذا الوحور رجلت بحار سجلت النفوس وإذا المهود سجلت لما يخجلت وشرت السماء وشرت الجحيم وغيرت الجنة تزلفت نفسها أحضرت فلقوا النظر الليل إلى أسرع إلى تنفس أنه لأول رسول الكريم عند العرش مكين أما أمير وما صاحب حميد ولقد به في الأفق المبين على الغيب بدقيق بقول الشيطان الرجيم تجربون إلا أجر العالم إن شاء الله يستحيل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انهدرت كواكب انكدرت بحار وجلت وإذا الغبور انهدمت نفسه ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك فعدلك أي صورة ما شاء ركبك بل تكذبون بالدين الحافلية كرام الكاتبية يعلمون ما تفعلون الأبرار في نعيم الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين على بغائبهم ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين يجعلوا على الناس يستغفرون قالوا هم مثلهم يخسرون أولئك أنهم مبعوثون ليوم عليم قوم الناس لرب العالمين الله إنك ترى الفجار في سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم يومئذ يكذبون يكذبون يوم الدين بليلها كل مفتد الأحزاب تطلع عليها آياتنا على أساتذتهم كلا بلان على قلوبهم ما كان نفسهم إنه عن ربه يومئذ محجوبون إنه أصحاب الجحيم ثم يغادر هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الله إن في عليين أدريها عليون كتاب مرقوم يشهده معلمه نرى تعالى في العين على رأيه ينظرون في وجوه مرة النعيم لمعين المظلوم من صوفين أهل كثرة أنفس المتنافس من تصحيح يجرم المقرب الذين أجرموا يقولوا من الذين عملوا يضحكوا إذا مروا بهم يتنافسوا إذا غلبوا إلى أهلهم مروا فاكين وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالوا وما أرسلوا عليهم حافظ اليوم الذي أمروا من الكفار يضحكون على رأيهم والكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء انشقت لربها وحقت إذا الأرض هدت أسنى فيها وتعالت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك تدعو إلى ربك تعبد لا غير من أوتي كتابه بيمينه أصاب العصب عصابا يسير ينقلب إلى أهله مسرورا أما من أوتي كتابه وراء أهله فسوف يدعو ثبورا إنه كان في أهله مسرورا ظن أن لن يحور إن ربه كان في بصير أقسم بالشفق الليل وما وسر القمر إلى ابتدر تركبنا الله عن طريق لا يؤمنون ورحلهم ويتأسسون فأخبروا يكذبون والله أعلم بما يبشرون بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم
موعود ومشهود أصحاب الأحد النار ذات الوقود عليها قعود وهم على ما يفعلون المؤمنين يشهود ما نغم منهم إلا أن يؤمنوا بالله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم يجعلنا ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود العطش المجيد لما يريد حديث الجنود والثمود والذين أخبروا في تكليف من وراء المحيط بل هو قرآن مجيد لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الطارق وليك الطارق مختار كل نفس لما عليها حافظ إنسان مما خلق مما إلا فيه يخرج مما إن صلب وتراهب على رجل الغادر ثم السرائر من قوة والأنماس والسماء يهدر والأرض لا تستدر إنه لقول فصول وما هو بالعزم يكيدون كيدا كيدا كافرين عمر رأيتا بسم ربك الأعلى خلق فسوى قدر فهدى أخرج المرعى وجعله هدى نهوى وآتم سوى ما شاء الله إن الله يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسر إن نفعت الذكر كما يخشى يتجنب الرشوى يسرى النار الأولى فلا يمو بها ولا يحيا من تزكى ربي فصلى حياة الدنيا خير الله ونهارا حامية قوح العين الهادية سلام الله للعب الضريع ولا يغني من جود يوم الهاي مسعيها رالية بيدا لك عالية تسمع فيها لاقية عين جارية فيها سر مرفوعة موضوعة مسوعة مبطوطة أمرا ينظرون إليه كيف غلقت السماء كيف رفعت إلى الجبال كيف نصرت إلى الأرض كيف صدعت إنما أنت مذكر لمصيد من تولى وكفر يعذبه الله على من أكفر إن إلينا إياهم فلا والفجر والشفع والوتر بلا يسير قسم لي من ترى كيف حرمك بهذه ذات العباد لم يخلق لها في البلاد ثمود الذي لا اوصاها بالوقت للاوتاد راوا في البلاد اكثروا في الفساد صب عليهم وصدى وكرمزا النار الى ما ابتلاه ربه فرمه ورحمه فقدر عليه بصافة يقول ربي أهانني فالله يرم اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون الطرات أكل اللمة ويحبون الماء لهم بنجمة لا يأتوك الدراد دكا دكا أرى الملك صفا صفا يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا لو جبت يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يهدي ولا يهدي وثاقه أحد صاح النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية فقولي في هذه التي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد بهذا البلد ووالد وما ولد قد غرنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلم جمال اللغة أن لم يره أحد محمد أن ترى إليه والشمس والضحى يا تلاها يا جلاها والليل يا يغشاها السماء وما براها الأرض وما ضحاها وما سواها هجرها وتواها أفلح من زكاها ومن دساها كذب الثمود بطغواها من بعض أشقاها رسول الله يا عبد الله وسقياها كذبوها غروها فدمدم
خلق الذكر والانثى من اعضى واتقى يسر من بخل واستمع من حسنى يسر وما يغني عنه ماله اذا تردى ربك وما خلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يهديك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما ربك نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا الله إن مع العسر يسرا فإذا فلا تبأس وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم أجر غير مبرور فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى إن إلى ربك الرجعى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم يهدِ لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سرد الله لا تدر واستغفر لا إله إلا الله الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الأرض
ذلالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة صبحاً فالموريات قدحاً فالمغيرات صبحاً فأثرن به نظراً فوصدن به جمعاً الله فوصدن به جمعاً إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بثر ما في القبور وحصل ما في الصدور الغارعة وما أدريك ما الغارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية تكاثروا حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لافتة إنها عليه المصدة في أمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل قد يروا كأس مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمرهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماهون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك ونبتر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دين وليدي لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.